هل الذي يسافر إلى بلاد الغرب للدراسة ثم يستقر هناك يدخل في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض؟ لا، هذه الآية نزلت في الذين امتنعوا من الهجرة إلى المدينة في أول الأمر بداية الإسلام، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى في مكة، ثم حصل الأذى من أهل مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة، ثم بعد ذلك لما كثر عدد المسلمين وكذا أمرهم بالهجرة إلى المدينة بعد أن بايعه أهل المدينة على الإسلام في بيعة العقبة الأولى. ثم لما تمت بيعة العقبة الثانية كثرت الهجرة إلى المدينة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هجرة النبي صارت الهجرة إلى المدينة واجبة، صارت الهجرة إلى المدينة واجبة، كل مسلم يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة حتى يقوى المسلمون في المدينة، حتى يتقوى المسلمون في المدينة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا كما في حديث بريدة صحيح مسلم يقول إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة على طول، أمرهم بالهجرة يعني إلى المدينة حتى يتقوى المسلمون، بيضة الإسلام حتى يتقوى المسلمون. واستمر الناس على هذا، كل من يسلم يهاجر إلى المدينة، كل من يسلم يهاجر إلى المدينة حتى كان الفتح. فلما كان الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، بس اكتفينا. فالذين هاجروا قبل الفتح هؤلاء الذين كان لهم الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، وأما بعد الفتح فتساوى الناس، قال لا هجرة بعد الفتح. هذه الآية نزلت في أناس قصروا في الهجرة قبل الفتح، كانوا في مكة ويقولون نحن مستضعفون، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لماذا لم تهاجروا؟ وهذه الآية وإن كانت نزلت في أولئك القوم إلا إنها إلى اليوم صالحة، أي إنسان يكون في بلاد الكفر ولا يستطيع أن يقيم دينه ويتمكن من الهجرة إلى بلاد الإسلام يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، أما إذا كان يستطيع أن يقيم دينه وهو من أصل من أهل هذه البلاد الكافرة، يعني مثل أمريكي أسلم، أسباني أسلم، بلغاري أسلم، جنوب أفريقي أسلم، ياباني أسلم، بعد عدونا بلاد الكفر، يلا برازيلي أسلم، أي بلاد من هذه البلاد أسلم، ليس مطلوبا منه أن يهاجر الآن إذا كان يستطيع أن يقيم دينه في بلده. لكن إذا حورب في بلده ومنع من الصلاة، منع من الصيام، منع من الحج، منع من الزكاة، منع من إقامة شعائر دينه، تجب عليه الهجرة إن استطاع إلى بلاد مسلمة يستطيع أن يقيم فيها دينه. أما الطلبة الذين يدرسون في بلاد الكفر هؤلاء لا يقال إنهم مهاجرون أصلا، وإنما هذه فترة زمنية يدرس ثم يرجع، فلا يقال إنه مهاجر إلى بلاد الكفر أو أنه لا يستطيع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، إذا كنت فهمت السؤال يعني فهما صحيحا. نعم.